السلام عليكم، اهلا وسهلا. نتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو في اتم الصحه والعافيه. اليوم ان شاء الله غادي نصايبوا واحد البلاطو رخامي كيجي غزال وطريقه سهله وبسيطه ودارج على الموضه. نتمنى الفيديو يعجبكم وتابعوا الفيديو حتى الاخر. هنايا تنحتاجوا واحد الحامل اللي غادي نهزوا به هاد الدجاجه. كنحتاجوا هاد الدجاجه صباغه، نقدروا نستعملوا هادي اولا نتاع البخاخ. غادي نستعملوا هاد داير بحال ستيلو اولا ستيلو اولا نتاع لاباي، اي حاجه عندنا نقدروا نستعملوها. انا استعملت هاد بحال داير بحال تيو. غادي نستعمل صباغات الاطلس، نقدروا نستعملوا صباغات الاطلس اولا نتاع البخاخ. تيجي هاد البلاطو غزال راقي، ومؤخرا تنشوفوه بزاف في جميع الاواني تنشوفوه. قلت علاش لا انني ما نجربوش ونشوف كي غادي يصدق. كيجي رائع. هنايا كبيت شويه نتاع الصباخه وتنصوت في هذاك التيو وتتعطيني بحال دموع. غادي نكون غادي نحتاجو واحد العود نتاع الودنين باش انني نبقى نمسح دوك الجوانب، ونعاود ندير عشوائي. تيكون عشوائي وكيجي غزال كما تشوفوا في الفيديو. الفيديو واضح. تنكب واحد شويه ونصوت ونكملوا بشي عود ولا اي حاجه عندنا نقدروا نستعملوها. هنايا راه تنمسح الجوانب باش يجي داكشي عشوائي. من بعد غادي نخليه ينشف واحد المده، عاد عادي نزيد الصباغه البيضاء. هنايا استعملت هاد الصباغه، نقدروا نستعملوا حتى هي الصباغه نتاع البخاخ. هنايا حركت شويه تيكون نازله الصباغه لتحت، وهنايا غادي نستعمل غير بونجا بالنسبه للصباغ. ما استعملتش هاد المره بانسو او لا استعملت شي حاجه. والبونجا تتعطي واحد تتسهل الماموريه وتتكون رخيصه وعمليه بزاف. يعني غادي نخليه شويه ينشف ونعود واحد الكوش ثانيه. هنايا صبغت هاد الحامل، نقدروا نستعملوه اولا نديرو دوك الرجيلات او العقيقات اللي عندكم، نقدروا نستعملوه اولا الغطايات نتاع مواد التنظيف حتى هي تجي زوينه وتجي من ديكور حتى هي زوينه. غادي غير غادي نشوف هنايا كي غادي يجي في الوسط، اما حيدتو وخليته حتى نشف. هنايا بعد ما نشف مزيان خليته نشف تيجي على هذا الشكل، تيجي راقي وزوين ودارج على الموضه. هاد مؤخرا تنشوفوا الاواني بزاف في هذا النوع. بالنسبه للحامل نشف، وغادي نستعمل العويدات نتاع الشواء، وغادي نستعمل نقدر نستعمل شي عقيقات. وهنا الشمع نتاع البيستولي، نقدروا نستعملوا كولا سبيسيال باش نثبتوا الحامل. صافي هنايا غادي نثبت هاد الحامل، وغادي نبقى نلصق هاد العويدات نتاع الشواء. نقدروا نديروهم من هاد الجهه من التحت اولا نقلبوهم حتى هما تيجيو زوينين. قلت نبدل شويه نشوف كي غادي تجي هاد الطريقه. جات زوينه اولا نتوما تقدروا تقلبوهم وديروهم من الجهه الاخرى. هنا غادي نكمل التلصاق ديالي بحال هذه الطريقه. غادي ندير العويدات يكونوا عشوائيا، واحد طويل واحد قصير، واحد نتوما الاختيار ديالكم. اولا نقدروا نديروا لهم عبر واحد ثلاثه د الفئات، يكونوا كل فئه تكون كبيره شويه على الاخرى. تنكمل بحال هذه الطريقه، تلصق بالبيستولي. من الاحسن البيستولي يكون سخون مزيان، ونبقى نثبت بشويه بشويه. هذه العمليه تتاخذ واحد شويه نتاع الوقت، واحد شويه نتاع الخاطر، ولكن اللي عزيز عليه بحال هكا اعمال يدويه فراه تلقى راحتو فيهم. وشي حاجه نقدروا نستعملوه بحال هذا البلاطو للروايح، اولا نقدروا نديروه بحال الحليوات، اولا نقدروا نديروا شي بلاطو كبير، نقدروا نديروها طابله
كاينين بزاف 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 اننا نقدروا نصيبوا بحال هذه الطريقه ونصيبوا منها شحال من حاجه. انا عطيتكم فكره تقدروا تخرجوها في شحال من حاجه، نقدروا نديروها في بحال هكا قريعات نتاع العطريه ولا شي، نقدروا نصيبوهم منها. فانتوما زيدوا بدعوا زيدوا اختاروا، واي حاجه شناها نقدروا اننا نطبقوها هنايا من الاحسن. الناس المبتدئين بحال هكا في الاعمال اليدويه يقدروا يديروا نتاع البخاخ، فهي سهله. انا هاد الصبغه متوفره عندي، قلت لها غادي نصبغ من بها وصافي، ما غاديش نزيد ما غاديش نزيد نشري الصبغه تاع البخاخ. هنايا تنصبغ ببونجا، وبونجا تتسهل بزاف وكتجي زوينه وما تتخسرش وما تنضيعوش بزاف نتاع الصبغه. هنايا تنكمل الصبغه كامله البلاطو، نخليوها تنشف ونشوفوا التزيين كي غادي يكون. هنايا بعد ما نشفت الصبغه غادي نعاود نزيد الكولا او البيستولي غير من الجوانب باش يثبتوا دوك العويدات مزيان، ونكملوا التزيين من الجهه الاخرى. هنايا غادي نبقى نزيد الكولا غير بشويه بشويه، من الاحسن البيستولي يكون سخون بزاف باش يعطينا الكولا دايبه مزيان وتيكون ثابت مزيان. والشكل النهائي ديالو كيجي على هذا الشكل. غادي نستعمل هاد لي زيستراس نتاع الحديد اللي تناخدو ب 8 دراهم للمتر، كاين هاد الصفر وكاين الابيض، فهما تيجيو زوينين. غادي نستعمل انا الصفر، راه ما كاينش اختلاف فيهم بزاف، ولكن واحد يكون صفر ذهبي وواحد يكون فضي. هنايا هاد الوريضه صبغتها حتى هي بالصبغه باش صبغت العويدات نتاع الشواء وباش خدمت البلاطو. هنايا غادي نثبتها شويه، من بعد غادي نلصق هاد الجوانب غادي نغطي هذيك الكولا ونغطي دوك العويدات فاش خارجين شويه. غادي نغطيهم بهاد لي زيستراس نتاع الحديد. نقدروا نستعملوا ديك السينتا اولا دوك السينتات اللي بالتوب حتى هما تيجيو زوينين، اولا نقدروا نديروا غير عقيقات عاديين وتيكونوا واحد العقيقات ذهبيين اولا بويض. نقدروا نستعملوا اي حاجه اولا لي زيستراس نتاع الميكا، كاين داك لي زيستراس اللي تيتباع ب10 دراهم للمتر حتى هو تيطيح رخيص شويه وتيجي تيكون عريض وتنستعملوه في شحال من حاجه، حتى هو تيطيح رخيص وتنستعملوه بزاف بزاف، وديما الاقتصاد وديما نصيبو شي حاجه من الابداع ديالنا. فهاد البلاطو غادي نعتمدو على انني نحط فيه الروايح ولا بحال هكا رويحات ولا فوندو تان ولا شي حاجه اللي غادي نبقى نستعمل يوميا، غادي نحطها فيه وتيجي الشكل ديالو زوين غزال، وشي حاجه اللي صايبنا في الدار تتكون راقيه وتتعجبنا. واخا تنشريو شحال من حاجه، شي حاجه اللي صايبنا في الدار كتجي زوينه. هنايا من بعد غادي نثبت واحد ثلاثه العقيقات في الجنب، نحيد دوك الخيوط نتاع الكولا. الشكل النهائي نتاع البلاطو ديالنا كيجي على هذا الشكل. نتمنى ان شاء الله الفيديو نتاع اليوم او الاقتراح نتاع اليوم يعجبكم، الى فيديو اخر او وصفه اخرى ان شاء الله. تحيه للناس القدام هما ركيزه نتاع القناه، وتحيه للناس جداد مرحبا بكم والف مرحبا، وتحيه للجميع.